19 سبتمبر اللي عندنا اللقاء مع معالي الوزير التجارة في الخبز كاين الملح، في الماكلة في لو بلا فيه الملح. في انجلترا مدام ما كاش الملح في الخبز، الخبز براتيكمون مسوس، ما كاش اللي يبيع الخبز الملح كيما حنايا. والمبادرة اللي خذتها لاسوسياسيون دي برودكتور دو بواسون مع وزارة الصحة والفيدرال الجزائري للمستهلكين باش نبداو على السكر نقصوه في المشروبات تدريجيا، ما نقصوش دان سالكو بور ابيتوي ان سيرتان ريتم دو سكر او كونسوماتور. نبداو تدريجيا 2% 3% انسي تويت افيك دي زيشيونس. كي نو كونسومو بوكو دو ليموناد اي بوكو جو. لو كان يعني نقول لكم بعض من المشروبات الغازية احنا يسون بوكو بلو سكري بارابور لتونس وبارابور لفرنسا. لي يشرب جو نو سيت با دو مارك، اون مارك اكس دو ليموناد ولا دو جو، المشروبات تاعنا حلوين بزاف، والفنا نشربو حلو جو دي بيان دون 10 ans. وزارة الصحة تولي تضيع أموال كبيرة، ميزانية تولي ميزانية كبيرة اللي نخصوها للصحة، وحنا نقدروا اون بو بريفنيغ افون دو غيرير، اون بو بريفنيغ لا نوتخ جونيس، سو سون نو زونفون. في المدرسة نحن نديرهم تحسيس على مستوى المدرسة، على مستوى المساجد، pour éviter d'avoir une jeunesse malade.